رح نضل بأجواءنا، ولكن رح ننتقل لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، حيث افتتح في 25 من الشهر الجاري معرض الأعراس الأول في قاعة القديس يوستينيوس في كاتدرائية سيدة النياح الزيتون، ويستمر المعرض يومي 25 و26 من الشهر الحالي. سالي، يهدف المعرض إلى تقديم العديد من الهدايا والتسهيلات للشباب المقبلين على الزواج. للحديث أكثر عن هذا المعرض بصيرنا نرحب بالسيدة ماري الأحمر، منظمة البازار. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباحكم، رمضان كريم عليكم وعلى كل سوريا. سعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك. فيكي. بداية، الإخبارية السورية كانت متواجدة مبارح بهذا المعرض، ويمكن رصدت شغلات كتير كانت مميزة. خلينا نحكي عن هذا المعرض كونه شيء مميز للشباب بهيدي الفترة الحالية ولمقبلين على الزواج. أول شيء بدي أتشكركم لوجودكم معنا مبارح وتغطيتكم لأول نهار أهلا بالمعرض. وسهلا. المعرض يعني هو بدأت الفكرة إنه نحن نحاول لهالشباب اللي بقيوا متجذرين بهالوطن، اللي بقيوا هون، اللي بقيوا هون ومرتبطين وبدهم يعملوا فرحتهم الكبيرة. وبتعرفي هلأ بهالوقت صارت قديش، أول غالي شيء التكاليف، ثاني شيء التعب لتوصلي لهالنهار يعني العروس والعريس بحبوا إنه يكون هذا نهارهم كتير متميز. من هون بلشت الفكرة بالكنيسة، مشان هيك حاولنا نحن نسهل للعروس والعريس كل شيء هن بيحتاجوه بيوم فرحتهم. فينا نقول المعرض هو يعني بيتضمن كل شيء، كل شيء ليوم العرس. فينا نقول تماما يعني كل ليوم شيء، العرس تحضيرات، تماما كل التفاصيل موجودة. طلبنا من بعض الأسماء اللي معروفة، من ورد، إضاءة، فساتين العرس، حتى الكيك، حتى الكيك، حتى الحلو، الضيافة، شهر العسل، كل شيء بيحتاجوه من يوم فرحتهم لا لا بعدين. قديش حلو يمكن تشوفوا كمان الناس اللي حضرت المعرض، قديش كان في تفاعل، لأنه الفكرة حلوة. اليوم عم نحكي عن ظروف صعبة واستثنائية منهكة، يعني صح، التكاليف منهكة ماديا صح، ومعنويا ونفسيا لأي شاب اليوم مقبل على الزواج أو أي صبية. صح صح هو هي من هون انطلقت الفكرة. وبدي أشكر كل المشتركين لأنه هن كتير ساعدونا، لأنه نقدم نحن لكل عروس وعريس حسومات، تسهيلات ليوم فرحهم، شو بنقدر نوفر عليهم جهد ومصاري، يعني كل شيء بتسهل لهم. هلأ لمجرد أنه فات مبارح أي عروس وعريس فاتوا على المعرض، بس لمجرد هيك بس داروا فتلوا، كانوا خلص نهوا أمور يوم فرحهم. قديش حلو انه الانسان يعطي صح ويقدم وبظل هيدي الظروف. مثل ما حكينا وحكيتي انه العريس والعروس، العرس هو يعني لبكه شوي كونه صح، هلا يعني الظروف شوي صار التكاليف غاليه. صح، عم نشوف رعايات حتى وصلت قيمتها لخصم 50%. صح، خلينا نحكي عن فساتين العرس، خلينا نحكي صح عن الكيك، حتى على الميك اب شفنا ميك اب كمان يقدم للعروس. صح، امبارح كان عملنا شيء هيك بسيط، تقدر العروس والعريس يشوفوا قدامهم مباشر كيف بيكون الميك اب لها، يعني عنا تيست مباشر. المكيرة تمام، تيست مباشر، المكيرة عملت العروس، جبنا موديل عملت لها الميك اب، عنا الكوافير كمان عمل لها شعراتها، ولبسناها فستان عرس، عملنا عرضين فستانين يعني. شافت قدامها هي شلون تكون مراحل تحضيراتها. واكيد عندنا الورد، قدموا لنا كثير حسومات، السيارات اللي بتنقل نقل، شو كمان الحلو، الضيافه، الكيك، الفوتو، والتصوير، كروت العرس، يعني كله كل كل كله يتضمن المشتركين حسومات معنا كبيره، قدم يعني لنا حسومات لكل عروس وعريس ممكن يجوا يسجلوا معنا او يحجزوا مع المشتركين بالبازار بهاليومين. وكان الاقبال كتير حلو، يعني نحن كمان تفاجئنا، حاولنا نقدر نوصل لكل عروس وعريس كانوا حاجزين
ليوم فرحهم خلال من هلا لاخر السنه، لاخر يعني السنه الحصومات تتضمن يعني لنهايه 2018 تماما. طيب رح ننتقل مع حضرتك ست ماري ونشوف اجواء المعرض كيف كانت. كاميرا الاخباريه ست سوريه كانت متواجده بالمكان، خلينا نتابع. معرض الأعراس من خلاله هالمعرض يكون عم نقدم تسهيلات للشبيبة، خصوصا اليوم أكيد في ضغوطات يمكن للشباب أو حول الشباب موجودة، ممكن ضغوطات مادية معنا. بهالمعرض أكيد نحن عم نقدم لهم عرض خاص لحتى يكونوا عم بيقدروا يختاروا كل الأشياء اللي بتخص العرس والتسهيلات اللي بتخص العرس بمكان واحد وبحسومات كتير كبيرة، ونساعد هالشبيبة لحتى كمان فعلا أسسوا بعدين بعد يتزوجوا ويأسسوا عائلة وتكون هالعائلة هي نواة المجتمع أو نواة المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه. أكيد هذا الهدف الأساسي من عمله، وبنفس الوقت إن شاء الله يكون هذا المعرض الأول ونتابع بمعارض لحتى بعدين يكون في تسهيلات أكبر لشبيبتنا بالمجتمع، وتكون فعلا هالشبيبة عم تحس انه هي عم ترجع تكون موجودة، عم تشعر بالأمان، عم تشعر بالطمأنينة بهالبلد اللي نحن موجودين فيه. غايتنا وهدفنا من هذا المعرض هو تخفيف العبء على الأشخاص والوافدين على الزواج. اليوم من خلال هذا المعرض أي شخصين بيجوا لعنا هن رح ياخذوا حصومات. هاي الحصومات هي مقدمتها كل شركة موجودة لمختصة بنوع معين من تجهيز العرس رح تقدمه للكوبل لحتى تساعده على تخفيف هذا العبء. طبعا نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري يلي بفضله خلانا نوصل لهي النقطة اللي نحن موجودين فيها، يلي خلانا نعمر الفرحة الكبيرة يلي نحن من خلاله قدرنا نفتح هذا المعرض لنرجع نحاول نزرع البسمة لنكملها مع انتصارات الجيش العربي السوري. هي فكرة كتير حلوة انه للعرسان للخاطبين يجوا يتفرجوا، في شغلات كتير حلوة انه بتعطيهم فكرة من يعني من بدايتها لنهايتها. انا شاركت بالميك اب للعروس لنقدم شيء حلو لها، وفي حصومات لهم، وان شاء الله بنقدم شيء حلو وبينجح المعرض يا رب. شاركه مثل ما لك شايفه بشموع الاعراس، ونحن بنعمل نسبه للي بده يشتري كميات بس ما في رقم محدد، ومثل ما لك شايفة شمعات بس للأعراس، ونحن بنعمل لكل المناسبات. مشاركة بقسم السويتس بمعرض الأعراس باسم صفحتي طبعا، وبشغلي سان سويتس باي ناتالي. مثل ما شايفة أنا عاملة أفكار كتير للعرسان سواء العريس وسواء العروس، يعني مو على طول حصة العروس موجودة، كمان عريسنا له حصة مثل ما بيقولوا. ففي أشكال الكوكيز والكيك والأوريو، الكيك بوبس، الكب كيك، المكارونز، هو الحلو الفرنسي، في أفكار كتيرة وكلياتها بتخدم العريس والعروس. We'll be right back.
نور فكرة حلوة، بعد ما تابعنا المادة وعم نشوف طاولات كتير مشاركة بالمعرض أيضا، رح نرجع لك مدام لنحكي، حتى شفنا شموع حتى على الطاولات وكتير أشكالهم حلوة. خلينا نحكي عن عدد المشاركين بالستاندات والطاولات. تقريبا عدد المشاركين شيء 20 مشارك، 20 شركة قدمت لنا كتير حصومات، كتير كان لها دور مبارح بأنه تشجع العرسان ليحجزوا ويثبتوا ليقربوا موعد العرس. ما رح ندفعون كتير يعني. أيوة كان عنا الورد قدم لهم كتير حصومات كمان تصل ل50%، عنا سيارات العروس والسيارات المرافقة لها، عنا الشموع اللي بتزين طاولات الحفلة وبالكنيسة، وعنا الضيافة كمان من حلويات من الكيك. كيف كان تفاعل الناس، يعني كيف كان في تفاعل للشباب، لأنه في مثل ما قلتي عروض جميلة وحصومات كبيرة ضمن غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار اليوم؟ هن بصراحة هن الشبيبة والعرسان كتير تفاجأوا، يعني تفاجأوا أول شيء، وكانوا كل اللي عم يفوتوا عم يتشكرونا على الفكرة إنه هي قد سهلت لهم وقد وفرت عليهم جهد وتعب، ويعني خلص لمجرد مبارح فاتوا وثبتوا حجوزاتهم ريحوا حالهم من شهر تعب. كتير كانوا مبسوطين، يعني هن ما كانوا متخيلين الحصومات تصل لهي المرحله او يكونوا موفرين عليهم كل هي المبالغ. نحكي عن 30-50%، هي قيمه كبيره ماديا فينا نقول. المكير قدمت كمان كثير حصومات للعروس للشبينه، قدمت والكوافير كمان قدم حصومات، يعني كان كل كان متعاون معنا بانه نحن قد ما بنقدر نسهل للشبيبه فرحتهم كلهم، ما حدا قصر يعني. حلو كثير. يمكن احنا حكينا عن التفاصيل اللي كانت موجوده، وما رح ننسى الفساتين، فستان العرس اللي هو اهم شيء للعروس نصيبسه يكون باحلى صوره ويكون هي بناسبه. شفنا عده الموديلات وتصاميم، كانوا كمان مقدمين من مصممين او كانوا هن جاهزين، لقينا موديلات حلوه على فكره. كتير كان حلو، عرضنا أكثر من فكرة، أكثر من موديل ليناسب أذواق الجميع، الكل أذواق كل الصبايا. كان في أوف-وايت وكان في أبيض، كان في أوف-وايت كان في أبيض، حتى كان في فساتين لأهل العروس، يعني للشبينة لرفقات العروس حتى للبنوتات الصغار اللي بيكونوا، فكانت الفكرة ممتدة لكل العيلة، يعني لنسهل حوالين العرسان إنه هن يلاقوا كل شيء مناسب لهم. فينا يمكن نحكي إنه الهدف الأساسي هو تسهيل طبعاً جميع الخطوات للشباب المقبلين على الزواج، من بيناتهم هي التكلفة المادية اللي هي المشكلة الأساسية اللي عم نشوفها اليوم. فينا نقول إنه أنتم تقريبا حاولتوا تحققوا هيدا الهدف، فيك تقولي إنه نحن حققناه، وبعد هيدا الهدف يمكن في مشاريع قادمة، وهون بتكون المسؤولية مضاعفة عليكم وبيكون الحلم أكبر نوعا ما. صح، هي يعني هي كان الهدف إنه نحن نسهل العرسان، والحمد لله أنا بتوقع إنه إحنا قدرنا. طبعاً بالسنين الباقي، نحنا هذا معرضنا الأول رح يكفي معنا بالسنين الباقي أكيد إن شاء الله بجهود الكل، يعني هو أكيد ما بينجح إلا بالتعاون بين كل العارضين. أيضاً المعرض ماري شفنا ويناسب كل الأذواق، مشاركات عديدة بقاعة الكنيسة من جميع أطراف سوريا، ونحن طبيعي هذا الشيء ومتعودين عليه، ما إنه غريب عنا أبدا. خلينا نحكي عن كيف هيك كنا كلنا سوا بقاعة الكنيسة، وأيضا العروض كانت شاملة لجميع العرسان دون استثناء. أكيد نحن ما كنا عم نحدد أبدا من الفكرة إنه هي تكون لجهة معينة أبدا، هي لكل شبيبة سوريا اللي بقي، يعني اللي عم عن جد بعد هالحرب الطويلة اللي مرت على الكل، وهيك
يعني زعجت الكل اكيد، وكنا كلنا ب كنا بايد واحده بايد واحده مع اكيد بهالمعرض كمان رح نكون ايد واحده كنا، والعروض تقدمت للكل من دون استثناء. وكان في زيارات من جميع الاطياف، كان في زيارات من جميع الاطياف طبعا أكيد. طبعا نحن لما صارت الدعوات للمعرض دعينا جميع الاطياف، بالعكس كان بيهدف لكل فئات. فينا نقول هي خطوة، يمكن خطوة في خدمة العمل التنموي والمجتمع اللي بيصب أساسا في خدمة أبناء الوطن، وهي مو شيء غريب على الكنيسة، دائما كانت داعمة لإله. فقديش عم تلاقوا فعلا هيدا التفاعل اليوم في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها؟ يمكن 7-8 سنين أنهكتنا، لكن عم نتفاجأ بالإنجازات والعمل التنموي اللي عم يكون للشباب السوري اليوم بجميع الأطياف. صح نحن كتير كان الفكرة أنه نحن نشتغل، والكنيسة مثل ما قلتي مو بعيد، مو غريب عنا هذا الشيء، انه نحن كثير كنا عم نادي بموضوع التنموي، الامور التنمويه اللي بتدعم الشبيبه، حتى لو ما كانت فكره العرس موجوده، باي شيء ثاني، عمل، وظيفه، نشاطات، تقدر تسهل لهم اي عمل هن حابين يقوموا فيه. اكيد نحن رح نكون داعمين لهذا الموضوع ان شاء الله، وشو بنقدر نقدم. بدي اشكر كثير البتركيه اللي دعمتنا بالفكره وسهلت لنا امور تنظيم المعرض. اكيد بدنا نوجه لها تحيه، نوجه تحيه لجميع القائمين على هذا المعرض وعلى التشاركيه اللي كانت موجوده، وعم نشوف يمكن بعيونك هيك هي الفرحه، انه الانجاز يمكن كان على قد الامكانيات لكن حقق شيء كثير مهم. اكيد نحن كثير كنا مبسوطين امبارح، بالفعل الفرحه عمت الكبار، حتى كان في ملفت للنظر انه كان في اشخاص كبار بالسن جايين كثير مبسوطين، شجعوا وصاروا هن ما كانوا متوقعين انه هيك يكون المعرض، صاروا يدقوا للي بيعرفون انه تعوا، لا كثير بيسهلكم يوم فرحكم، تعوا شوفوا، تعوا شاركوا. صحيح، شفنا بالزيارات اشخاص ايضا. ان شاء الله السنه الجايه بينعاد اذا الله راد. ناويين؟ اكيد. كلمة أخيرة بتحب، وأكيد منحاول أي سلبيات كانت موجودة، بس لازم تكون فترة أطول، يومين تحسين قلال للمعرض، في فكرة أنه يكون أطول السنة القادمة؟ السنة القادمة أكيد رح نعمل أكثر، يعني نكبر عدد الأيام، نشوف حسب. اليوم من 12 لـ 9 المساء، اليوم من 12 لـ 9 ناطرين الكل، كل اللي بيقدر أنه يستفاد اليوم ما يقصر. هلا من الكنترول عم يقولوا الكل حابين كلنا المعرض فورا، ضحكوا موفقة. أكيد مدام، شكر لجميع الوكلاء، شكر لبتركية الزيتون أيضا، وإن شاء الله يا رب أنتوا لوجودكم معنا. شكرا، نشكرك ست ماري أحمر منظمة المعرض، وأكيد نحن متواجدين دائما لنسلط الضوء على العمل التنموي والخدمة العمل التنموي. شكرا كثير لكم. شكرا.